انا عندي هنا كمان الميه سخنت. يلا بينا على البطاطا اللي هنعملها بكذا طريقه اهي. مش عايزه اقول لكم دي هتعجبكم جدا وصحيه قوي. ونشيل بقى الحاجات دي كلها من عندنا واقول لكم هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى اقول لكم على شويه عصير بالبطاطا، عصير بطاطا. طيب هنعملها ازاي؟ اقول لكم مقاديري وهقول لكم نعملها ازاي. حلوه قوي بقى. سوري سير. عصير البطاطا بالجزر عباره عن ايه؟ بطاطايه حلوه متقشره متقطعه شرايح مسلوقه. بطاطا حلوه متقشره متقطعه شرايح مسلوقه، لازم البطاطا تكون مسلوقه. جزرايه حلوه برضو مسلوقه. موز، بشر برتقان، وكمان برتقان نفسه، وعسل ابيض. خلاص تاني، بطاطا حلوه عندنا اهي، بس احنا سلقينها او مش ممكن تكون مش مسلوقه. عارفين لما بنحطها في ورقه زبده ونحط لها شويه ميه ونحطها على نار ونغطيها؟ هي دي، تعملوها بالطريقه دي، مش عايزاها مشويه. تمام. وثمره جزر برضو شرايح مسلوقه، وواحده موز، وبشر برتقان، وبرتقان عصير هعصره واحطه، وعسل ابيض. انتوا متخيلين كمية الفوايد اللي في العصير ده؟ موز على جزر على برتقان، حاجة تحفة جدا وهتربط معانا وهتبقى طعمها حلو قوي. هحلي بالعسل، مش هحلي بأي حاجة تانية. طيب أول حاجة عندي هنا هجيب البرتقانية بتاعتي وعصرها. يا سلام لما تتعمل فريش. عايزة أقول لكم إن البرتقان ده المفروض إن هو إيه، على طول نعصره، نجيبه نعصره ونشربه، المفروض ان هو ما نسيبهوش يتاكسد ابدا. ما اوكي اهي وعصرها. مين بقى اللي بيتدبس في العصير ده لما تقولي هعصر برتقال؟ يعني اكتر حاجه متعبه، لازم يخترعوا حاجه يعني اسهل من كده شويه في عصير البرتقال ده، بس هو لذه يعني معصور كده غير اي حاجه تانية. ودلوقتي كمان البرتقان الموسم بتاعه حاجة حلوة قوي اهو. يبقى انا عصرت ايه؟ البرتقانية بتاعتي. مين بقى بياكل ده؟ ده بقى مزاج تاني، ده غير العصير البرتقان، ده مزاج تاني. التفل بتاع البرتقان ده طعم تاني على فكرة. رشوا عليه شوية سكر او كلوه كده، حكاية حكاية. ادي عصرت ايه؟ البرتقانية. ماشي. طيب لحد ما اخلصها نروح فاصل ونرجع نكمل احلى وصفات البطاطا. استنونا. قبل اي حاجة تعالوا نشوف البكبكة. بصوا واللون هو ده انا بتكلم فيه. بصوا عامل ازاي. بص يا نهار ابيض رهيبه. هو ده اللي انا بقول لكم عليه. شايفين اللون الجراتان؟ شايفينه ولا ايه؟ ايوه هو ده. دي بقى نتيجه الزبده مع شويه سكر البودره. شايفين البكبكه؟ حاجه عظمه يا جماعه، هتاكلوها مش هتدعوا عليا، هتدعوا لي طبعا. كل شيء زي ما قلت لكم في المعقول مقبول. حته صغننه حلوه قوي. ماشي هسيبها شويه لسه. كمان هنا كمان عندي البطاطا اللي بتتسلق، خلاص هروح مطلعاها من ايه. بصوا ما اخدتش وقت خالص اهي. بصوا انا غيرت لكم الخطه. احنا عارفين ان احنا ممكن ايه ندخلها الفرن، بس انا هصفيها الاول كده على مناديل علشان ما احطهاش على طول في الزيت. ايه ده، انت مش كنتي هتدخليها الفرن؟ ممكن تدخل الفرن وممكن نحطها على طول في ايه، في زيت سخن. نديها بس كده قلبه بسيطه في الزيت، هتطلع معانا بقى مقرمشه بشكل غير عادي. او ممكن لو عايزينها بشكل صحي هندخلها، هنحطها على ورقه زبده ونحط عليها شويه زيت زيتون، ونحط عليها بقى عايزينها حلو هنحط عليها قرفه وسكر بودره.
خلاص عايزينها حادق هنحط عليها شوية كمون وفلفل اسود، زعتر، توم بودرة اللي انتوا عايزينه. ماشي، انا هحط ايه اهي البطاطا في الزيت. بصوا بقى بديل البطاطس رهيب، ما اخدتش وقت خالص، وبصوا اتهرت عشان انا مقطعها رفيع، شايفين ما اخدتش وقت خالص اهي، وفي ايدي على طول بتتقطع اهي. ماشي، وانزل في الزيت. اهو ما بتاخدش وقت وهتطلع معايا على طول، وزي ما قلت لكم عايزينها صحيه هنعمل ايه، هندخلها الفرن بس كده. ادي عندي البطاطا الحلوه او الحادقه اهي، بصوا عامله ازاي، شايفين اهي تحفه، ما بتاخدش وقت خالص. احنا ايه عملنا بطاطا يا جماعه زي البطاطس بالظبط. عايزه اقول لكم بالطريقه دي بجد تجنن، شايفين لونها مفيش، هي مستويه، انا عايزه لون بس. وزي ما قلت لكم لو عايزينها صحيه دخلوها الفرن، رشه بابريكا، رشه توم بودره، رشه زعتر، رشه زيت زيتون بسيطه زي ما احنا بنعمل في العادي، اوف، وساعتها هتطلع معاكم تجنن. خلاص اجيب بقى كمان طبق واحط عليه المناديل بتاعتي واطلع كمان من الزيت، ما اخدتش وقت خالص معايا بس فعلا مختلف اهي، وريحتها عامله زي كاني بطاطس بالظبط اهي، مسكت نفسها. ايه ده مش هتبقى حلوه؟ والله على اساس انت عايزاها حلوه زي ما اتفقنا هتحط لها ايه، القرفه والسكر البودره، عايزاها حادقه هنحط لها ايه زي ما اتفقنا. هسيبها تتصفى وتعالوا نعمل العصير. احنا هنا عملنا ايه، عصرنا البرتقاله. ماشي، ما تتزرزرش قوي كده، احط ايه عصير البرتقانوي عندي، واحط طبعا البطاطا المسلوقه زي ما قلنا. ماشي، الجزر، الجزر مش عايز اقول لكم بيخلي الطعم احلى وكمان القيمه الغذائيه اعلى، واحط بشر برتقان تدي لها طعم حلو قوي مع طبعا عصير البرتقان والعسل. انت هتحلي بعسل زي ما حلينا في البشاميل اهي، تمام اهي، خلاص نزلت كل العسل. في حته ممكن انزلها عشان ايه اهي، بس كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ موزايه، ادي سكينتي وادي الموز بتاعي، موزاية مغذي جدا يا جماعة، العصير ده للأطفال مغذي قوي، يعني مش عايزة أقول لكم هيفيدهم قد إيه اهي، خصوصا في إيه أطفال تستصعب أكل البطاطا، مش عايزاها، لا هي مفيدة جدا ومواسمها تبقى حلوة قوي لما نجيب فيها البطاطا ونحطها. نحط التلج بقى ونضرب، يلا بينا. كده طبعا ممكن نخففه وممكن ايه نكتفي، بصوا قوامه حلو جدا. احط هنا تلجية وهنا تلجية
وعايزه اروح اجيب لكم البطاطا لانها خلصت خلاص واخدت اللون اللي انا عايزاه. طيب بصوا بقى، نحط، شايفين القوام؟ شايفين اللون؟ فايده، مش قوام ولونه بس، فايده. في واحده نطه في وداني هنا. بص بقى، بص بقى، دي اضافه يعني، انتوا عارفين نحب ايه، نضيف كده. نحط ايه بقى؟ شويه كريم شانتيه اهو اهو، يعني بصوا عملنا من البطاطا عصير، ولا مش اي عصير، عصير كافيهات، يعني مش اي عصير كمان، ماشي. طيب وبعدين بصوا بقى، نقطع موز، ممكن نرش رشة قرفة. بقيت قلق. بصوا رشة قرفة كده، يا نهار ابيض، ايه ده، ايه يا جماعة ده، دي بطاطا، دي بطاطا وجزر كمان، انتوا متخيلين؟ بطاطا وجزر وموز، اوف اوف على الحلاوة، بجد تحفة، هيعجبكم جدا. وطبعا ده خلاص هنقدمه، ماشي. ده مش ده بس كمان اللي يتقدم، تعالوا شوفوا معايا كمان البطاطا على جمالها. بصوا دي تتجرب النهاردة وتبعتولي صورها النهاردة، لان بجد دي هدية اهي. شايفين عامله ازاي؟ اهي، استنوا بس كده، شوفوا نار تحفه، شايفينها؟ جميله جميله جميله، حكايه. طيب تعالوا كمان نقدم، تعالوا نقدم كمان ايه اخر حاجه معانا، وهي الصوابع البطاطا اللي احنا عملناها. ممكن بقى زي ما قلت لكم نقدمها على حادق، بس ارجع ده كمان هنا، ونجيب، ممكن ارش رشه قرفه كمان هنا يا جماعه اهي، كمان رشه قرفه. بصوا كده ايه، يعني دي اضافه طبعا براحتكم خالص خالص، الناس بتحب القرفه تحطها، ما بتحبش القرفه ما تحطهاش، هي مش في الوصفه اساسا، بس انا جالي هاتف كده قال لي حطي قرفه دلوقتي. ماشي البقدونس عشان وش، لا بصوا كمان بقى، لقيت الفستق ده ورا، ماشي، نرش رشة فستق اهي، اتوصوا بيها. الطبق ده عالمي عالمي، تجربوها النهارده وتبعتولي تقولولي ايه الاخبار، مش هتنزل عن النهارده اعرف ايه الاخبار. طيب تعالوا بقى نقدم كمان البطاطا بتاعتنا اللي هي عملناها. بصوا بقى، نجيبها هنا ونرصصها زي ما قلت لكم، تنفع طعمها حلو قوي، طعمها حلو جدا. هنا هنعملها ايه، هنا هنرش قرفه خلاص اهي، في دي قرفه، وكمان ايه، رشرشة عسل كده بالعسل بتاعنا اهي، بس كده اوكي. بصوا كده خيوط خيوط خيوط، انا مش عايزاها تبقى زعقه قوي. طيب وبعدين هجيب بقى الطبق الصغير بتاعي واعمله ايه، حادق. هتعملي حادق ازاي؟ طعمها فظيع، حلوة قوي، وهي مش عليها اي حاجة اصلا اهي، ماشي. هنا بقى هرش ايه، رشة كمون ماشي، كمون وكريم ورشة ملح. انا قلت دلوقتي، وكمان رشة فلفل اسود. ايه الطعامة دي؟ ايه الطعامة دي؟ يا جماعة تحفة بجد، حلوة قوي. بصوا بقى، بصوا دي اضافة، انا ممكن اتاخد ده كده شوية واعمل هنا شوية كريم شانتيه
ممكن ناخد البطاطس دي، البطاطس والله شكلها البطاطا دي، وايه ناخد من الكريم شانتي، فاهميني؟ اهو نرش عليها رشه ايه، قرفه كمان، ممكن كمان نرش عليها رشه ايه، بصوا دي الحلو، فرش عليها ايه، فستق. البطاطا دي تتشكل في ايدينا، دي حلوه ودي حلوه ودي احلى، وبصراحه كله يجنن. انا بس هوضب الدنيا ونقدم على طول حاجتنا، ماشي؟ اديتكم كذا فكره لتقديم البطاطا النهارده، انتوا عارفيني بعشق البطاطا، البطاطا بالنسبه لي يعني ادمان، احب اشكلها واعمل منها وصفات كتير، ولسه ده احنا لسه هنعمل وصفات كتير، هي ملازمانه واحنا معاها اهي. ادي البطاطا الحلوه والبطاطا الحادقه فرايز، عملنا بطاطا ايه فرايز تجنن، وبطاطا بالبشاميل، وعملنا عصير بطاطا موز ببرتقال بجزر، متخيلين الفوائد اللي فيها؟ متخيلين الفوائد قد ايه فيها؟ حاجه كده تحفه. عايز اقول لكم طعم الحلو حلو قوي، وطعم الحادق تجنن. بصوا انا ايه، هتلاقوني طبعا بحب الحادق، رشه شطه فظيعه تجنن، انا قنوعه وهاخد الحتت الصغننه، حلو قوي. العصير تحفه، مغذي بشكل غير عادي، يعني كميه فيتامينات رهيبه، تدي طاقه مهمه جدا، علشان كلها مفيده، كلها فيتامينات ومعادن، وكمان حلو وحادق، وكمان البطاطا بالبشاميل اللي كلها ايه بقى، سعرات حراريه بس تجنن. يا رب يكون حلقه النهارده عجبتكم، وبكره ان شاء الله هتستنوني في نفس ميعادنا، عامله لكم اكله حلوه قوي برده هتعجبكم ان شاء الله على قناتنا تنسي في برنامجكم كل يوم اكله، هتوحشوني. باي باي، هدوق بقى هدوق.